كان في علينا هواء كذا، فهذه ما كانت حامية. عموما صارت ساخنة، نكملها. هذا الدجاج، صوت الموسيقى. لأن صدور دجاج ولأن في نشا فلازم تتعامل معه بسرعة. نحاول إنه ما يمسك في بعض. إذا لبد أو تمسك مع بعض افصله. عاد الله يعينك، فيها شوية شغل. تمام كذا يكون فككناه. أوكي حلو. نحط الصلصة حقتها، جدا سهلة. راح نحط ما يعادل تقريبا ملعقة. حاول انك توزعه لانه راح يلزق بسرعة. بالنظر تحسون كان الكمية كثيرة، بس والله قليلة. وكذا نكون حطينا ملعقة عسل. الريحة تتغير. نحتاج معها نص ملعقة كبيرة زيت سمسم عشان العسل ما يصير متماسك. هذه ربع، أنا قللت شوية. يدي مو كريمة مع الزيوت أنا. وإذا كنت حاب الإضافة الأخيرة عشان يعطيها شوية كيك، فلفل حار أحمر. أنا كثير من طبخاتي أستغني عنه بحكم أن عندي 3 أطفال في البيت ومستحيل أعطيهم فلفل، فدائما أطلع برا طبخاتي. لكن عن التجربة الحين، لأن ما عندي أطفال، فراح نحط ربع ملعقة مش أكثر. خوف الشباب بعد التصوير يقول ما نبي. ونحرك شويتين. آخر شيء ونكون خلصنا. راح نحط نص ملعقة سمسم، نص ملعقة صغيرة. ولن يكتمل الكونغ باو تشيكن إلا مع الكاشيو. لك حرية الاختيار، طبعا غير مملح، غير مملح. لك حرية الاختيار، تحطه زي ما هو، تكسره، تفرمه، تضربه، بهدل حياته، بكيفك. أنا راح أعطيه فرمة سريعة. تمام، هذا ما يعادل ربع الكوب. السؤال ليش غير مملح؟ لأن كل الأشياء اللي حطيناها فيها ملح كافي. 2، حاول تاكل مكسرات نية. 3، وإن شاء الله يجي يوم نتكلم ليش لا تاكل مكسرات نية. وعلى كذا نطفي النار ويخف الصوت، ومعاكم نقدمها بس بعد الفاصل. رجعنا لكم، ورجع الكونغ باو تشيكن معانا، وجاء وقت التقديم. أوعدكم بعد ما تجربون الوصفة هذه، إذا أحد فيكم راح أمريكا وقال يبغى كونغ باو تشيكن وطلبه، راح يلاحظ فرق كبير في النكهة. هذه أحسن من غير ما ناقش يعني، إلا إذا عندكم شك شيء ثاني. عموما نحط شوي زيادة.
ونزينها بشوية سمسم وبصل أخضر وكذا يكون الكومباو تشيكن انتهى ومعها إيج فرايد رايس. وعليكم بالعافية، وأنا الشباب ما خلوني أحط زيت في شعري أول حلقة، فأنا رايح بحط زيت في شعري الحين. مع السلامة.